وهلا حديث البلد مع جيلبير زوين. اهلا فيك بحديث البلد. شكرا لك. شو بلش من برا يعني بعدك ما حضرتك ما فتي وبلش اقول حكيت مع اهلها وما حكيت مع اهلها. منيح برافو عليك. ما هيك احسن شيء هيك يعني راح من البيت مش من الشباك يعني. لا دغري دغري. ما مش حلو شيء بالمخفي اللي بيصير يعني اللي ما في شيء مخفي حلو. ايه مزبوط. جيلبرت زوين، انت نائب بالبرلمان اللبناني من سنة 2005 وعضو بتكتل التغيير والإصلاح وأحدى السيدات القليل اللي حلفهم الحظ بالانتخابات الأخيرة، وانت الليلة بإطلالة إعلامية نادرة لك، بشرفنا انك خصيتينا فيها بحديث البلد. جيلبرت زوين، البعض بيعاتبك انك مقلة بالكلام وبالمقابلات الصحفية، هالشي طبع عندك ايه او استراتيجية اعتمدتيها من اول دخولك الندوة النيابية؟ انا اجمالا ما بحب احكي تأحكي، لما في شي ضروري بحكي، لما في شي لازم واحد ينقال بقوله، بس مش تا مني من الجنس اي بحب احكي كتير. نعم. فضل افعل اكثر من ما احكي. مشان هيك جيلبرت زوين، انت وريثة بيت سياسي معروف بكسروان، والدك موريس زوين وجدك جورج بيك زوين وجهة بمنطقتهم، وبعد ما توفى خيك جيرار الله يرحمه اللي كان ناشط سياسيا قررت تخوض الانتخابات النيابية، وهيك ترشحت سنة 96 وال2000 بس ما حالفك الحظ، ومن سنة 2005 دخلت الندوة النيابية اللي بعدك فيها لليوم. جيلبرت زوين، اليوم في حكي كثير انه العماد ميشيل عون ممكن يغير بلايحته الكسروانيه، ممكن يطالك هالتغيير والاصلاح؟ ما بقدر اقول لك على المضبوط، انا ما بعتقد، بس انه كل شيء بيصير وهذا المرجع له. نعم. بس بعتقد في اشياء بوزيتيف موجوده انه ما راح يخليها يعني. ما راح يخليها، ما بفتكر هلا، كل شيء بيصير واحد ما بيقدر يعرف وكل شيء بوقته. نعم. بس يعني هيئتك مستبعدتيها للقصة. ما بقدر اقول لك. جيلبرت زوين، انت مواليد غزير، درست بالبيزنسون ونلت شهادتين بالعلوم السياسيه والتاريخ من الجامعه اليسوعيه، وكنت كثير مميزه بتهذيبك وشطارتك وخاصه بماده الحساب. صحيح انك كنت تلميذه عاقله ومهذبه، بس كان في حدا يعني معطر ما يخلص من مقالبك ودائما دائما تحبسيه بالتواليت، مين هو هالشخص؟ لا هيدا كنت طفولي وقتها يعني بعدني اكيد على كبر مش عم تضربي حدا بالحمام. ليش؟ هلا في كم واحد بالمجلس خرج ينزربوا ونحط لهم لبن على عينيهم كمان. طيب بنجربها، لكن ما دي ما جربناها بالزمانات. كان خيي حرام مثلا كان بعده شاب صغير وبيحب ياخذ العربيه ويظهر، بقى يضرب الشوفير بالحمام ويقول لي ضلك هون خلي ما تخلي يظهر. انت الحارس يعني؟ انا الحارس لحتى يكون ظهر مع العربيه. هي وقديت لبين ما يكون ظهر وبعدين بتفتح بعدين افتح يركض ورا منه بس ما يقدر يلحقه. جيلبرت زوين، كنت ناشطة على المستوى الاجتماعي ومدربة بالصليب الأحمر اللبناني، وأسست أرتيزانا مبروك لتساعد السيدات ببيوتهم، وعلى صعيد الشخصي تزوجت من المرحوم نديم أبو حمد دو طرازي، وعندك منه صبي وحيد اسمه جان ميشيل شربل اللي عم بيشتغل بالخارج، وأمنيتك تفرحي منه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. جان ميشيل شربل عبد الحمد، طويل الاسم. ابو حمد الطرازي. ابو حمد الطرازي. دو طرازي كمان. يعني بيلحق بيوصل بيوقف على الصف لتقول له اسمه بكون عتمت الدنيا. مظبوط معك. ليه سمعتيه؟ بتكفي الاسم هو راجع بالاوتوكار. ليه اخترت
عرفتوا يعني جان ميشيل شربل الاسم؟ لانه جان ميشيل. نعم. اخترنا اسم جان ميشيل على سته وعلى جده، وشربل لانه كان سنتا عملوا قديس طوبوه يعني قديس. إيه؟ الله يحميه وان شاء الله بتزوجيه وبتصيري تيتا عن قريب. قد ايه عمره هلا؟ 36 سنه. 33 سنه. نعم. يعني صار منيح. ايه صار هلا نيه اذا عندكم بنات حلوه. هلا هلا اكيد وجباتكم كثيره، والنيابه يعني بتفرض وجبات وهيك. حطيتي له عينك على شي عروس ولا انا ما بحط عين على حدا؟ يعني هو لاله لاله يختار وهو يقدر. بس اذا عايش برا بدك تدلي؟ ما بدلو لانه ما بيسمعوا لي. ما هيك كل واحد بده يختار على ذوقه، وان شاء الله يختار حدا منيح وهيدا الاصول. أكيد. مثل ما هو بيحب. على صعيد الندوه النيابيه، شو الامنيه او الشغله اللي حابه تحققيها قبل انتهاء هالولايه؟ قبل ما نعمل هون، لأنا قلت لك ما هيك برجع شوي لورا انه ماني حابه كثير احكي، بس بحب افعل. نعم. فاذا بتحبي بقدر اقول لك شوي كل شيء فعلت بهالمنطقه. نعم. مؤقتا اكيد بهمنا. يعني في اشياء عملتها مع زملائي، اشياء خاصه مثل طريق كسروان وغيرها، وفي مشاريع كلها انمائيه وكهرباء ومي وكله. وهيدي اكثر شيء هالمناطق بحاجه لها. اكيدا. بس في كمان مثلا ايشانجر قد ما كان مخطر كثير، انا يعني اللي اصريت عليه ونفذته. هلا نيه كان شكل خطر على كان انا هلا بدون مزح بسمع عن ست جيلبرت زوين انه عن جد بتفعل اكثر ما بتحكي. من المنطقه من هونيك من كسروان. انه امراه فاعله جدا وما بتحب تحكي كثير، وهيدا اهم صفه على كل حال. مطلوب الشغل كمان. مزبوط. ولما في لزوم الحكي. وبعدين في الاوتوستراد من كفر حباب لجديدة غزير، اي هو باب بالفتوح. نعم. كمان عملته ونفذته. في كمان الجامعة اللبنانية اي اجت، وكان في مدرسة للزراعة كان مؤسسها بي، وهلا نيه مثل ما بقى في مدرسة هونيك اجت الجامعة اللبنانية واخذتها منشان تعمل جامعة لبنانية للزراعة للطب البيطري. هلأ نيه بلشنا فيه، بس بالدراسة خلصت أي بتوصل الفتوح بالكسروان. نعم. الجبلية رح يكون في أوتوستراد 12 متر، بس هلأ نيه بعد ما إجا إن شاء الله كله بيتحقق. بتفكري بالوزارة أوقات؟ ليكي عنا اما بنكون يعني اذا بتحبي تشتغلي، لانه الوزاره فيها يعني سلطه تنفيذيه. يعني اكيدا، بس انه انا اخترت اكثر النيابه من الوزاره. وهلا نيه عم باسس قريبا جمعيه نسائيه بالمنطقه، وراح يعني ننطلق فيها ب 26 ايار بغزير، ومنشان مساعدة واهتمام بالمرأة بالمنطقة بكل حاجاتها. نعم. على كل حال عندك تجربة مع الجمعيات النسائية؟ أكيدا قبل. أكيدا. جيلبرت زوين، أنت دايما يعني بتختاري كلماتك، وما كتير عرفنا منك الليلة إذا كنت مع أو ضد، منشان هيك رح نعمل لك جيلبرت زوين وانترفيو مع أو ضد. مش ضروري مع مين، مع مين او مع شو؟ مع او ضد حق المرأة اعطاء الجنسية اللبنانية؟ لا، مع اكيدا، بس في شروط وفي سياسة هيدي عم بتخلينا ما نقدر نعملها ونوصل هلأ نية على نتيجة، بس ان شاء الله قريبا نقدر نوصل. مع او ضد النظام السوري؟ كل شيء لازم يكون، كل واحد بيختار نظامه ببلده. نعم. إذا الأكترية بتختار النظام، لكن هي بدها تكون موجودة فيها. أنت مع الديمقراطية؟ يعني أنا مع الديمقراطية، ومهمة كتير الديمقراطية، والمرأة
هي بتوصل بالعيله الديمقراطيه على انه الرجال على أكيد. الديمقراطي أكيد. والعيله تبعها يعني بلا المراه يعني كمان اليوم ما انت فيها مع الرجال ما في يعمل ديمقراطي بلا 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 مرته لا لا اكيد على كل حال اللي بيمارس الديكتاتوريه على مرته واولاده ما في ربي شعب حر يعني مشان هيك المراه لازم يكون موقفها يعني انت اليوم مع اللي بيختاروا اغلبيه الشعب السوري مزبوط مع او ضد الكوتا النسائيه بالدوله مع الكوتا النسائية بس لمرحلة معينة مش على طول لأنه بلا كوتا نسائية ما فينا نوصل لنتيجة نحن للمرأة لتاخذ مركزها ومطرحها بال على القليل لتثبت حالها وبعدين الأجيال يعني الجاية بتكفي في كوتا رجالية لا مالكن عاوزين كلكن رجال بهالمرة مع او ضد عقوبه الاعدام لا ضد مع او ضد حصر السلاح بالجيش اللبناني لا ما. مع مع ما او ضد في اكشن مش لذي نزهق من بعتك تعمل الاكشن من هون قبلتين من هون لذيذه مع او ضد اسئله حديث البلد لا مع ولو نقدر نقول لا I'm gonna go get some food.